السلام عليكم خوتنا. الحمد لله يا رب، هذه نعمة من عند ربي. هذا فضل من عند ربي سبحانه. خوتنا كامل رجلينا مسمانة، هذه لي ريفيزيون تاع لي زاكسنت. هذو خوتنا العزاز ما بقاوش، غدوا ريحوا ان شاء الله كامل باذن الله. سبورتيج كملناه. انا واش حبيت ان الغاية تاعي من الفيديو هذا خوتنا العزاز، انا دايما يقولوا لي الناس حنا حابينك على جلب النصيحة تاعك، وانا باذن الله بربي ان شاء الله ما نخيبش امل تاع خوتنا باذن الله. اللي روحوا عندي اللي يروحوا من عندي كامل، هذو كامل اللي راهم ريفيزين، ربي يبارك ما شاء الله. مام الكريطة تاع خونا هذه ماشي 460 ألف، الله يبارك ما شاء الله. الكريطة هذه تاع خونا الهندي كيما نقولوا هنا، تحياتنا ليه، تحياتنا النامل كامل خوتنا غيليزان 48. انا واش حبيت هذو كامل لي زاكسنت خوتنا اللي راكم تشوفوا فيهم، الغاية تاعنا كامل من القصبة هذه. فات اتونسيون خوتنا العزاز، باسكو راهي زاد خرجت حاجة جديدة، باسكو هذه اللي شفتوا عليها اساس دوبل زيرو، هذه خوتنا العزاز كانت فيها مشكل تاع التفوار وتطراش هنا. هاي دوكا ربي يبارك ما شاء الله، هاي دور خيرات ربي. هاي ديك الكاش تاعها، هاي لا فينيسي تاع الموتور. قلت له باذن الله بربي ان شاء الله نرجعوا لك جديد ولا جديد باذن الله، خارج تقول من لا ميزون ما شاء الله. هذه كانوا دايرين له القصبه، كانوا دايرين له القصبه داخل لاجوج، كانوا زايدين له قصبه هنايا. دوكا ولات حكايه جديده، خرجت حكايه جديده، ولاو يبليو القصبه، يبليوها لهنا. هاي ليك كيما راك تبانكم خوتنا، يخنقها هنا، يدير كي جوز لاجوج، جوز جورجي نورمال عادي، بصح القصبه هنا علاش يبليوها له؟ السؤال المطروح لا راه هنا، باه ما توليش تفور وطرش ويبيع لك السياره وما تحل بلهاش، حتى من بعد هذا هو ربي سبحانه وخلف عليه الحمد لله. السياره تاعو الدور ربي يبارك ما شاء الله. خونا ثاني سعيده راهم كامل باذن الله مريقلين. انا واش حبيت خوتنا نقول لكم فيت اتونسيون على جال المشكل هذا تاع الاكسنت، باسكو ولاو يديروا القصبه هذه. دوكا القصبه هذه دارت سبب، السبب الاول اللي دارته خوتنا العزيز انه كولات سياره، سياره كولات. هذا واش حبيت ننفعكم خوتنا بالفيديو هذا. زيدوا نسقسيو مولاها ان شاء الله، مول الساز هذه الخاض، اعطينا رايك ترى كان السياره شفتها كيفاش كانت تريني في لي وكذا، والحكايه هذيك تاع القصبه. هاي خرجت حاجه جديده هذوك، شوف موديل جديد هكذا، ما تريفيزي ما تخسر دراهمك ما والو، دير قصبه ضربها بمرطو. شفت هذيك الحكايه جديده تاع هذه مول القصبه، هذه مول القصبه هاي والله ولاو يعوجوا. هذه جاني اليوم، جاني البارح استغفر الله، كولات السياره ما فاقلهاش مسكين، حتى كولات السياره. وانت واش رايك، واش رايك في الموتور؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قلت لك باذن الله رجعوا جديد ولا جديد ولا مش جديد، ربي يحفظنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا ربي، وخلف عليك ربي وفرح دوكا السياره. الحمد لله فرحت بها دوكا لاباس، تبع الشجره مش على قطع هذه باينه خويا العزيز. بارك الله فيك انت على كل حال يا خويا، بلا مزيان كلش على الشعره ما شاء الله. لا ميزون خلاص الحمد لله يا ربي، لا ميزون هذا توفيق مع الزوج. الفيلي تاعك كلش كلش الحمد لله يا رب ما شاء الله، الله ميزون دايره، ربي يحفظك ان شاء الله وربي يكسبك باذن الله. ربي يوفقك ثاني كخويا في المجال هذا، يعطيك الخير ربي يحفظكم خوتنا. هذا واش حبيت نزيد ننصح خوتنا العزاز باه الناس ما تطيحش في نفس الغلطه اللي طاحوا فيها خوتنا. الله يعطيكم الخير ان شاء الله، بارك الله فيكم. كاش ما خصكم رانا في كريتوس جمهوريه، اي حاجه خص خوتنا نقدروا نوجهوكم من بعيد والله من قريب، رانا هنا نوامر كامل راهم يمشيوا باذن الله. الله يعطيكم الخير، السلام عليكم.